عليكم متتبعين قناة الطبخ مع عزيز العبدي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى نلقاكم بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. وكنشكركم جميع المتتبعين ديال القناة من طنجة للقويرة، الله يكثر خيركم الله يكبر بكم على التفاعل ديالكم والكلمة الطيبة. وش نقول لكم؟ كنشكركم بزاف. اليوم العبدي تاني جا وجاب لكم طريقة جديدة ديال الحامض مصير والحامض مرقد والفلفلة كذلك مرقدة بجميع التفاصيل إن شاء الله، وتتبعوا معايا المرحلة. ونتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، يكون عند حسن الظن ديالكم، وما تنساوش بالاشتراك واللايك والبارتاج باش الفيديو يوصل لأعلى مستوى. وتابعونا دابا على الفيديو إن شاء الله. كيف ما كتشاهدوا، هذا هو الحامض ديالنا ديال اليوم، الحامض البلدي والحامض الرومي. عندي جوج الانواع مع الانواع ديال الفلفله حاره. كيفاش غادي نرقدها؟ هادو هما الاشكال. الحامض الرومي هو هذا بالنسبه للناس اللي ما كتعرفوش، والحامض البلدي هو هذا بهذا الشكل كيكون صغير. دابا بان موسم ديال الحامض، الحامض موجود، فلفلة هي هذه بالشكيلات ديالها، دابا باش غادي ناخذوا الحامض بعد ما كنغسلوه مزيان، كنشدوه نقطعوه بهذا الشكل بحال هكايا كيف ما كتشاهدوا، وكنعمروه بالملح ونديروه في القرعة. هذا هو الحامض المصير، الطريقة ديال الحامض المصير غير بالملح، بلا ماء بلا زيت بلا حتى شي حاجة. كيف ما كتشاهدوا كناخذوا الحامض بهذا الشكل، عنده جوج تجويه، كنخلو هادي وكنجو من هنا من القاع ديالو، وكنحاولوا نضربوا الحامضة واحد شوية نقطعوها منهن بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا، ونفتحوه بهذا الشكل بحال هكا. على أربعة، ونفس العملية مع باقي الحامض كامل. وهنا باش غادي ناخدو الإناء فاش غادي نديرو الحامض المصير، يا قرعة من الزاج يا من بلاستيك يعني المتواجد عندكم. ناخذ الملح ديالنا بهذا الشكل، الحامض هو هذا، كنشدوا الملح كنعمروها بهذا الشكل بحال هكا، بسم الله على بركة الله. كناخذوا القرعة كنوضعوا فيها الحامض بعد ما كنعمروه بالملح. هاد الملح الدور ديالها هو انها كتعطي هي كتساعد الحامض باش يطلق داك الماء ديالو، هذا هو السر ديال الحامض المصير. هكايا كنستمروا بهذا الشكل بهذه الطريقه بحال هكايا. من بعد ملي كيترقد هذا الحامض المصير تقريبا المده ديال شهر شهر ونص على حسب، حاولوا تدكوا القرعه مزيان بحال هكايا باش تهز لكم كميه. ملي تجيو تاخذوا الحامض ما تقربوش ليه باليد ديالكم، هزوا ضروري بشي مغرفه ديال العود. هذا من بعد ما يترقد ضروري بحال هذا الشكل، ملي تجيو تاخذوه الحامضه هزوها بحال هكايا بشي مغرف
علاش الا حطينا يدينا وسط القرعه يعني كتتلوث وكتولي فيها واحد الخضوريه، والحامض مصير كيضرب البرد وكيخسر. حامض مصير ملي كيترقد ملي كيتصير ما كيبغيش يبقى يقرب ليه الانسان باليد ديالو. دابا انا ماشي مشكل خدام بيدي، ولكن قلت لكم ملي كيوجد ما بقيتوش تقربوا ليه باليد ديالكم. فركوا عليه مزيان، شوفوا الماء كيفاش كي هو كيطلق الماء ديالو، شفتوا؟ بقاو تخدامين بهذه الطريقه حتى تعمر القرعه، والا بقى خاصو الغد ليه زيدوه، لانه كي كيصبح هذه القرعه مثلا كتصبح هابطه. شفتوا الشكل ديالها كيفاش داير؟ طريقه صحيه بلا مواد حافظه بلا ما لا حتى شي حاجه. انسان يشري الحامض ويصاوب الحاجه نقيه في دارو يعرف راسو باش مصاوب، راه كيتباع تبارك الله وصل عندي في المحلات، ولكن الحاجه اللي تصاوبت في الدار على يديكم ماشي بحال حاجه نقيه وزوينه. يليق الحوت، يليق الدجاج، يليق تقريبا بزاف الحوايج. ها بهذا الشكل كنحاول نورك عليه. كنمسح بحال هكايا ونعمر بالملح. قبل ما نسد كنحاول نوضع عليه واحد بلاستيك غذائي بهذا الشكل على حسب البرد باش ما يدخلش ليه. ما كيبغيش الاشعه ديال الشمس، دار في واحد الموضع واحد البلاكار مثلا اولا تحت البوطاجي ديال الكوزينه، تحكم مزيان. وهذا هو الشكل ديالو، شوفوا الماء ديالته كيفاش بدا كيطلقها، ما درت ليه لا ما لا والو. هذه هي الطريقه ديال الحامض المصير. دابا باش غادي نرجعوا للطريقه ديال الحامض المرقد، كناخذوا واحد بانيو او طاسه كنديروا فيها الماء، وغادي نعطيكم واحد السر باش يتملح لكم الماء، وهذا السر حصري على اليوتيوب. طريقه ما تطيحش على الانسان على البال ديالو، طريقه سهله ماهله باش تعرفوا الماء صباح مجهز للتملاح ديال الحامض مرقد او الزيتون او الكبار. كي قلت لكم كناخذوا هذا الاناء ديال الماء، وكناخذوا بيضه، بيضه خضراء كيف ما كتشوفوا هي هذه، كنحطوا البيضه هنا في الماء. شوفوا البيضه كيفاش حتلات وسط الماء، البيضه حتلا وسط الماء. ها هنا هذا هو السر كيفاش غادي غيوليها الماء مالح باش يطلع هاد البيضه. بسم الله كناخذوا هاد الملح اللي عندنا، نقدر نزيد على حسب الكميه، ونبدا نحرك في هاد الماء. اين فوا كتطلع البيضه فوق السطح الماء ولا ملح الزيتون والحامض المرقد محتى المصير، راكم شفتوا الطريقه ديالتو، والكبار انا ما قطعتش الفيديو باش تشوفوا الطريقه ديالته كيفاش دايره. ها البيضه
البيضه بدات كتطلع للسطح. شوفوا كيفاش ولات. البيضه بعد ما كانت حاتله في القاع هي ولات طافيه فوق السطح ديال الماء كيف ما كتشوفوا. سبحان الله العظيم. وهذه الطريقه ديال تملاح الترقاد الحامض مرقد. كي قلت لكم الماء ديالنا هو صبح جاهز. دابا باش غادي ناخذوا الحامض الرومي. الحامض الرومي كيكون مختلف على الحامض البلدي بالحجم وحتى باللون. هو هذا. دابا باش غادي ناخذوا الحامضه بالعكس ماشي كيف في الاول، كناخذوها من الراس ديالها من هنا، كنحاول نفتحها واحد شوي علامة زائد غير واحد شوية، وكنلوح في القرعة بهذا الشكل. الحامض راني غسلته مزيان بالشكة وواحد شوية ديال الخل وشللته. ومسحته مزيان تنشف. حنا دابا كملناه باش غادي ناخذ بسم الله على بركة الله هاد الماء كيف ما كتشاهدوا. انا السر عندي هو هاد البيضة، راني بغيتكم تشوفوها وتحققوا فيها مزيان بانها راه فوق الماء. هانتوما كيف ما كتشاهدوا هيا بحدها. الزيتون هو عندي، الكبار هو عندي بسم الله. دابا باش غادي نفرغ عليه هاد الماء. سمحوا لي الا جا الفيديو طويل، ولكن راه كاينه الفائده. مع العبدي دائما كنعطيكم الاسرار ديال الحاجه، وما كنعطي لكم حتى كنكون واثق منهم. جربها في داري مليون في المئه. وهذه هي الطريقه ديال تملاح الزيتون والكبار. ها الكبار كيف ما كتشاهدوا هو هذا، والزيتون هو هذا. وهادو كيف شاهدتو دابا. بالنسبة الحامض مصير هو هذا، الحامض مرقد هو هذا كذلك كمثال، والكبار هما هادو. نحكموه مزيان، ضروري ما نديرو واحد البلاستيك، انا غادي نديرو من بعد، راني وريتكم الطريقة كيفاش. هنا بالنسبة للزيتون ممكن تنكهوه مثلا ب فلفلة حارة بهذا الشكل. ورقة سيدنا موسى، ثومة بالطبيعة، دروس من الثومة. ورق ديال سيدنا موسى هما هادو، ونسدو عليه بهذا الشكل. الزيتون، الكبار، الحامض مرقد، الحامض مصير. ودابا ما علينا غير ندوزو المرحلة ديال الفلفلة. الفلفلة تاهي راني غسلتها ونشفتها باش غادي نوضعها هنا. بهذا الشكل بس
اصفر وحمر ما عنديش مشكل، كتعطي واحد مذاق رائع ملي كيكون مثلا شي شرمولة ديال الحوت ولا شي. هي طريقة العبدي، وكنشكر جميع المتسبعين الكرام، الله يجزيكم بخير والله يكبر بكم على التفاعل ديالكم. عندي هذا الشكل حتى هو ديال الفلفلة، دخلت للسوق عافين ما بانوا لي الشكيلة ديال الفلفلة، جتهم هنا. باش غادي ناخد زيت الزيتون كيف ما كتشاهدوا، بسم الله، هاد النوع تا هو من الفلفله الكبيره، كندير ليه الزيت، الزيتون، هنا كندير فيهم واحد ورقه ديال ورقه سيدنا موسى بهذا الشكل كاملين، كتعطي واحد اللذه. وبالطبيعة الثومة حتى هي غادي نزيدها دابا، نديرو الثومة بعد ما درنا ورقة سيدنا موسى والثومة وزيت الزيتون. دابا نديرو الملح على بركة الله، الدور هاد ديال هاد الملح باش مع ديك الزيت العود كتخلي هاد الفلفلة ترقد او تخلل بهذا الشكل. نحركوه مزيان ومره مره نحركوها، شوف الشكل النهائي ديالها كيفاش داير. ونفس الطريقه مع هذا النوع ديال الفلفله، حركوه مزيان مع زيت العود، لان من بعد ما غاداش تبقى هذا الملح كتبان، غادا تولي بحال شكل الماء معسله، يعني فلفل مصير، تا هو نفس المشكل، فلفل مصير. ونفس الطريقة مع الفلفل الرومي الكبير، وهذا هو الفيديو ديال اليوم، حامض مصير، حامض مرقد، الكبار، الزيتون. نتمنوا هنا الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، يكون عند حسن الظن ويتبارطاج لاعلى مستوى، وكنشكر جميع المتتبعين ديال القناه، والله يكبر بكم والله يكثر خيركم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في فيديو جديد ان شاء الله.